إشراقة الصباح ومضة تفاؤل وإيجابية. حين استيقظت من نومك هذا الصباح، خاطبت من حولك، فهل خاطبت نفسك؟ هل تحدثت إليها؟ أنا فعلت، قلت لها هذا صباح جميل بالرغم من أن الحياة أثقلت عاتقي. قالت اطمئني، فأنت تعلمين أنها حياة تطيب لمن هم ثقة برحمته تعالى، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت ونعم بالله، فالهبات والعطايا لا تأتي وقت ما نختار، بل في الوقت الذي يكون نفعها لنا أعظم. قالت أحسنت، اصبري حتى يأتيك فرج قريب، حتى يأتيك ما هو أجمل. يوما ما سيأتيك ما يفرح قلبك، يوما ما سيأتيك ما يفرح قلبك، وأنتم كذلك يوما ما سيأتيكم ما يفرح قلبكم. ووالله ليلطفن لطفه فواجع قلبك، أحب الله، وسيأتيك ما تحب. الله عز وجل إذا أحببته سيأتيك بما تحب. نعم، لابد من هذا الحب ليأتيك ما تحب.